ديفيد سيلفا يحتفظ بالكرة، يتقدم، وصلت الكرة لحارس المرمى خلف المدافعين. ما زالت هناك خطورة، تصويب الآن، الهدف الأول في المباراة، هدف في الدقائق الأولى، يشعل الأجواء، يفتح المباراة على كل الاحتمالات. هدف الآن راح يزيد الحذر، راح يزيد الحماس. الله على البداية، خروج غير موفق من حارس المرمى يكلف فريقه هدفا في هذا التوقيت.